بسبب خلاف بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، تعثر التصويت على خطتي لاستثمار العملاقتين في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية اللتين وضعهما الرئيس الأمريكي جو بايدن. يتنازع الديمقراطيون حول الأولوية التي يجب إعطاؤها لمشروع أو لآخر. توتر بين الجناحين اليسار والوسط داخل الحزب الديمقراطي وقف وراء الفشل في إنهاء عمليات التصويت المهمة. التأخير يمثل نكسة كبرى للرئيس الأمريكي جو بايدن الراغب في دخول التاريخ بالمشروعين العملاقين اللذين تبلغ قيمتيهما الإجمالية حوالي 5000 مليار دولار. إذن جزء كبير من الديمقراطيين التقدميين يخشون أنه إذا تم التصويت أولاً على خطة البنى التحتية سيقرر الوسطيون لاحقاً عدم دعم خطة الإنفاق الاجتماعي والبالغة 3500 مليار دولار.